يا جماعة نازك راح تعند وتقلنا فلو، إذا حطت إعلان على فيسبوك بدها موظفين، بتعرف كم واحد بيقدم؟ 100 واحد بيقتل حاله على الوظيفة. إيه بس إذا فارس وسارة وجويس وحتى عزيزة انضموا لقلنا بنمسكها بإيدها اللي بتوجعها. اليوم حكيتني السليم. ليش بقى؟ بقى تصالح مع فيليب ها؟ لا كانت عايزتني بقى تطلب إيدي. مهضوم، وأنت ليه عم تخبرني لإلي؟ لأنه بصراحة ما إلي جاي تشوفها لحالي، بدك تجي معي. بشرفك أنا هو جوز ما إلي جلدته. هي نص ساعة بفرنسا بعد الجيم بنشوفها ومنفل. شو وينه خالد؟ أو لوحدك هون؟ لا خالد هون بس إجا من الجيم أخذ شاور فتنين. من هلا؟ إيه هو على طول هيك، هلا بيوعى بنص الليل وضل مسهرنا معه. إيه بس لازم يوعى هلا. إنه مش كرمال شيء قصدي إنه عبالي بوب كورن كان وهيك وحتى شوف جبت معي ديفيديات. لما بيكون رفيقي أقرب واحد لإلي وأنت شفت قد إيه وقفت حده. فجأة اوعى ما لاقيه بالبيت ضابب اغراضه وفالل مجوز كلارا وقاعد عندها وما معي خبر وبتقلي مش حرزانه. بدي احكيكي بخصوص خالد. شو بو خالد؟ انتوا اخر فتره تقربتوا من بعض شوي. كرفقه مش اكثر. بعرف هالشيء. طيب خالد قلبه مثل الولد الصغير وبيتعلق بالناس بسرعه، فبليز انتبه لهالموضوع. من شو بدي انتبه رامي؟ ما عم بفهم. ميرا انت ما بدك خالد وبعدين رح تحبي تخطبي تنغرمي ما بعرف وخالد رح يتاثر. غيرت كثير يا ميرا. لا شو حلو ابقى اميره القديمه يعني خصوصي بعد ما عرفتك على حقيقتك. على فكره فارس لا انا ولا ساره بنكرهك بالعكس اتنيناتنا مغرومين فيك بس لا انا ولا هي كراماتنا بيسمحوا انك تلعب فينا مثل ما انت بدك. شيرين الحاج وربيع الحاج اهلا وسهلا فيكم بيبتحلى الحياه. ميرسي اهلا فيكم. سؤال كنت عم بسمعه من اول ما فتت على الاستوديو معكم لهلا بتقربوا بعض؟ لا ما بقرب. لا نحن اصحاب تعرفنا على بعض بالدومين اذا بدك. قد ايه بيسالوكم اياه السؤال؟ كثير انا بهذا البروجرام سالته اكثر من اي محل ثاني. معقول الشي نهار تصيروا بتقربوا بعض؟ لا لا نحن بس لا لا نحن يعني اخوه بدون ما نقرب بعض وهيك حنضل اكيد. لانه شفناكم تحت الهواء قد ايه متفقين، قد ايه في هيك هضامه بيناتكم يعني مش بس على الشاشه عم نشوفها، هو المسلسل هالقد مهضوم هالقد شبابي حتى اللغه المحكيه فيه هي اللي بنحكيها بين بعضنا. قد ايه كان سهل هيدا الشيء وساعدكم بالاداء؟ هلا بعتقد انه كل واحد كان شوي مش عم يغير ابدا بالنص اكيد بس عم يستعمل اللي هو اللهجه اللي هو بتريحه واللي بيستعملها بالحياه لانه لنكون عم نحكي كاثنين عم يشتغلوا مع بعض كل النهار اثنين عم يروحوا على بعض على البيت عم يروحوا على الكافيه فتكون هيدي اللغه اليوميه تبعنا كل واحد كان عم يضيف شيء من عنده اكيد. لما تكونوا سوا كنتوا عم بتعيدوا مشاهد؟ شو بلا كان في مشاهد تنعاد يعني حتى تحت الهواء نحن عم نشوف البلاير كنتوا عم تضحكوا مزبوط لانه في مشهد اللي انحط هو هذا المشهد اللي ضحكنا تعدناه يعني في مشهد هو اكثر واحد ضحكنا وصار في اعاده شيء مرتين ثلاثه قطع هلا فيها نسال شيرين هلا ولا كمان ما راح تخليها تحكي اكيد طبعا ما وقف حكي عم بفش خلقه لانه لما صورنا الفيديو على السوشيال ميديا حكيت انت اكثر منه في كثير مشاهد نعادت لانه دائما الشخص اللي بيكون اوف كاميرا بيكون عم يعمل حركات للشخص اللي بوجهه فانا اكون اوف كاميرا عم يعمل حركات انا كنت عم بعمل حركات لربيع فهو يكون عنده جمله كثير صغيره بدها تنقال مثلا مرمور تعي لهون عيدها فوق الست مرات لان كنا عم بعمل له حركات وما حدا يعرف شو عم بيصير هو بس اللي عم بيشوف طب مثل شو كنت تكون عم تعمل حركات على بالك قول لا قولي انت انا برايي احسن ما هو يقول لا في جمل بوقتها دائما بتعلقي لما تكوني عم بتصوري فتره طويله بتعلقوا دائما على جمله معينه فبتصير تنقال هلا بطبيعه الحال نسيت شو هي الجمله بس كنت دائما اقول له اياها واعمل له حركات من ورا الكاميرا يصير هو عم يضحك يرجع يعيد المشاهد تبعه بس هو لو عملها فيك كمان كنت رح تضحك تكوني مبسوطه جرب يعملها كذا مره فيها ما ضحكت بجرب ما اطلع فيه ما بركز عليه يعني بدي يصير اخر شيء وقف محل اللي عم يسلمها لحتى يمشي الحال لانه خلص عامل بلوك ما بدها تطلع فيي انا تكون هي اللي بدها تسلمني يعني انا بالمشهد مش انا اللي بدي اسلمها فتزبط انا هي بدها تسلمني فاطلع لاقيها عم ترقص عم تغني الناس شو عم بيقولوا لكم عن المسلسل؟ الناس بالمجمل حابين كثير بطبيعة الحال بيضل في انتقادات اكيد ما فيك ترضي كل العالم بس العالم حابين عم بيحبوا ادوارنا عم بيحبوا انه قد ايه خفيف وسلس المسلسل قريب لهم انه بطبيعه الحال مثل ما هن بيحكوا هن بيتصرفوا انت شو عم بيقولوا لك؟ بطبيعه الحال العالم عم تحب طبعا اكيد في ناس كثير عم تحب في ناس كثير ما عم تحب في ناس عادي انه بيقطع معهم بالسهره فبنسمع اراء الكل نحن
وشو فينا نحسن لبعدين اكيد ناخذه بعين الاعتبار. هلا رح نحكي بعد اكثر عن المسلسل، بس هيك كثار كانوا عم بيقولوا عنك نكده. انت قد ايه اصلا بالحياه هنيه وقد ايه اصلا نكده؟ هلا عرفنا انك بتتساءلي. كان بدي اعلق عليها قبل بس انا واصله للسؤال. لا انا كثير هنيه. واضح. لا عن جد واضح من القصص اللي بتعمله اياها. غيرت صوتها وظبطت القعده وتغير كل شيء. الشخصيه ساعدتها يعني لشيرين، يعني كانت على طبيعتها كثير. ايه يعني كان انه هيك كب النكد السام عادي تلقائي عم يكون بطبيعه الحال. المشاهد ما كنت عم بتعب فيهم ابدا. لا هلا بلا مزح، مش هالقد انا نكديه بطبيعه الحال، بس في قصص بميره ابدا ابدا مش بشيء، مش بكاركتر شيرين، يعني كومبليتلي بعيد عن الكاركتر. في شيء منه قريب اكيد، بس انه طيب شو القريب وشو البعيد؟ بشو بتشبهك شيرين؟ بشو بتشبهك ميره؟ وقد ايه بعيده عنك؟ طيب ليه هالسؤال؟ نكدة مثلي. نكدة مثلي. لا عن جد فعلا انا نكدة وحساسة كثير. ميرا حدا كثير حساس، وبس تنغرم تنغرم من قلبها. هلا كل شيء الباقي اللي عم تعمله، ردات الفعل والقصص اللي بتتصرفها، اللي انا كشيرين ما بتصرفهم، حتى لو كنت مغرومة ولو كنت تاركة ما بتصرفهم، هدول قصص كثير بعاد عني. يعني هي القصص اللي عم تعملهم ميرا بالمسلسل هي نتيجة الظروف؟ نتيجة اللي عم تمرق فيها؟ مظبوط، الظرف اللي انحطت فيه، انه هي كانت تحب فارس، وهي وفارس بيشتغلوا بنفس المجلة، فارس تركها وعم يحكي مع سارة اللي هي كمان موظفة معهم بالمجلة، والبوست تبعها هي إذا بدك مديرة التحرير، يعني اللي هي بتقرر إذا هالمقال بيقطع ولا ما بيقطع. فتخيلي أنا عم بتشوفهم قدامها كل يوم بالمجلة، ما بتلام، ما بتلام. يعني موقف كتير صعب، كتير صعب. تشوفهم عم بحبوا بعض، ومش بس إنه عم بحبوا بعض هن على رواق يعني بطريقة مسالمة، لا سارة عم بتحاربها، عم بتحاربها بشغلها. يعني ما بقى في عندها شيء، ميرا تركت حبيبها وعشوية كانت رح تترك شغلها كمان من ورا الشيء اللي هي فيه. ميرا ورامي إذا ملاحظين نفس الأحرف بالاسمين. مزبوط. رامي دورك غامض، في عندك قصص كتير بخبية كأنه ببعض الأوقات. صح، هو مش ببعض الأوقات، يعني هو العالم اللي بعد ما شفته أنه ما بتعرف شيء عن رامي. يعني رامي هو بيعرف كل شيء عن ميرا، عن خالد، عن فارس. هو قريب من الكل وبنفس الوقت بعيد عن الكل، يعني القريب لبعيد بالمسلسل. ف بعتقد فيري سون رامي راح يبين الغموض تبعه، انه هو ليش الوحيد اللي منه مغروم بولا بنت بالمسلسل، ليش اللي عنده سهرات بالليل وحده، ليه عايش بالبيت لحاله بدون اهله. عرفنا خالد ليش عايش مع رامي، بس ما عرفنا رامي ليه عايش. ف معقول يكون صدمة. سر راح يصدمنا. ايه شو هو؟ طب تعالوا نقول ونخاف في المسلسل ونخلص. يلا ما نحن معك، احنا هيك بدنا. لا بس حيكون شيء ما حدا متوقعه، ما بعتقد تمهد له بعد. ما تبين، يعني ما بلشنا نشوف بوادر. لا في انه على طول بيسالوا ليه عم تكون سهران لحالك بالليل؟ وين عم تروح؟ صاحبتك السريه؟ بس هو ما بيقول شيء. عنده صاحبته سريه؟ عنده بنت بحياته؟ ما عنده بنت بحياته، لا. ابدا. ابدا. ونهايته معقول تكون حزينه؟ ممكن كثير. بس صرنا نعرف غموض غامض وهيك، صار هلا بعده كمان غامض معنا، عم نجرب هيك نسحب شو معقول يكون السر. تبعتينا هيك هنت صغير. والله يعني بدنا نسال الكاتب فراس جبران، بوجه له تحيه، يعني لو كان بيقبل كنت بقول، بس ما بدي احرق له اياها. شو بيسالوا كل الناس؟ شو بدهم يعرفوا؟ شو بده يصير؟ رح ترجع لفارس؟ رح تحب خالد؟ كلارا رح تتجوز سام؟ رح تضلها مع مطر؟ شو بتقولوا لهم؟ ما بعرف. انا على العكس تمام صراحه، يعني انا لانه بعد ما بيعرفوا شيء عن رامي، فرامي بس مفكرينه رفيق الكل، فليك هيدا شو بده يصير معه وهيدي شو بده يصير معه. طب انه انا بالموجود يعني مطمنين انت عايش لحالك وغامض بعد ما حدا بيعرف شيء، يعني فما في اسئله. بلكي بكره بيتفاجئوا اكثر، يعني لما ينكشف السر اللي كنت عم تخبرنا عنه رح ترجع تبلش هالاسئله عنا. انا هيك رح ابعتك شوي عن قصه المسلسل. قبل ما تبعدي لحظه بدي اسال ميرا، رح ترجعي لفارس؟ ما بعرف، ما قالتها قبل دغري كله ما بعرف قلت لهم. لا هونك بيفتح للحياه. رح ارجع لفارس؟ ما بعرف. ما يعني غير جوابها، فكريت وغير جوابها. بس انه انا يعني اذا رفيقتي بدها نصيحتي بقول لها ما ترجعي. ليه؟ حتى نشوف من الأحداث المسلسل يعني، وهي عليها بقى تمشي بالنصيحة.
اوكي فهمنا شو فهمنا وصلت وصلت فينا هلا نحكي عن كواليس المسلسل. نعرف انه القصه مهضومه وخفيفه بس بالكواليس غير انه انتم كثير اصحاب وبتمزحوا مع بعض عرفنا انه بتروحوا بتبعدوا بتبلشوا تاكلوا. شو القصه؟ شو قصه الاكل؟ مضبوط. مره كان في هيك مثل تاخير شوي بطبيعه الحال بالتصوير، فنطرنا نحن تقريبا نطرنا شي 4 ساعات 5 ساعات هيك شي. هاي ما نطرنا، هاي انلطعنا، قلت تأخير شوي. تأخير شوي، قعدنا شي 4 ساعات ناطرين لنقدر نبلش تصوير، وبعدهم كانوا عم يتأخروا علينا، ففلينا عن السيت، كنا 4 أشخاص، فلينا، ونقلنا دغري على مطعم كان قطع الطريق من محل ما نحن عم نصور. ايه ما شفنا كثير. ايش قلنا نحن انه بس بدهم ايانا نحن دغري بنجي بنقطع طريق وبنوصل، طلع انه ما حدا بده ايانا. كفو تصوير بلينا. فخلصنا اكل وطلعنا على التلفريك. عدينا سياحه بالبلد. عدينا جورني فعلا. ورجعتوا صورتوا بهيدا النهار؟ لا ما ما لنا نصيب كان. بس عرفتوا تستفيدوا. منيح راحوا. وثقبت انه يوم كان شمس والطقس كثير حلو. يعني عن جد سلينا. من الاشياء المهضومه هيدي اللي بتصير بالكواليس، شو الاشياء الصعبه؟ شو صعبات 5 ساعات قبل ما نروح؟ يعني قبل ما ناخذ ديسيزون طرنا 5 ساعات قاعدين ناطرين نحن، بس انه كل اللي جاي بيقولوا لنا يلا ربع ساعه نحن وبنبلش تصوير، 10 دقائق نص ساعه بالماكسيموم بتطلعوا انتم على الرابعه بتبلشوا تصوير. 5 ساعات قاعدين ناطرين فلينا. خلص النهار، هيدا كان شيء صعب، يعني لو لحقنا النهار على البحر من اوله كان من اول كنت استنى استفدنا اكثر. ورامي كان انه كل المسلسل نفس الثياب، فانه بوصل انا بلبس الكوستيم تبعي وبعمل الميك اب وبقعد بقى ننطر شوب سقعه، تغيرت الفصول كلها نحن وناطرين بال5 ساعات. بيضينا. شو كنت مبسوطه انه النهار كان مشمس؟ طيب ميا كانت عم بتركز على قصص ممكن انه ما تكون هالقد حلوه او تتسلوا فيها، شو مره صار معكم مواقف ثقيله كانت؟ هلا اكيد بكل سيت تصوير بده يصير في عندك قصص ثقيله وقصص بشعه، بس بيقطعوا، يعني حتى القصص البشعه اللي كانت تصير هلا اذا نحن بنقعد نحكي عنه نتذكره بنضحك بلحظتها بتعصبك. تاخير مثلا على التصوير او انه تجي مثلا على التصوير ويقولوا لك سوري اليوم الغنى لك مشاهدك انت ما في عندك، تكوني انت لاغيه كل شغلك وكل شيء كرمال تجي. مش عم بحكي بس عن هيدا السيت، عن بالمجمل شو بيصير كل المسلسلات. انه ما في شيء مزعج، يعني ما في شيء ميجر، يعني كل شيء المسلسل كتر خير الله. المسلسل له سنه ونص خالص تصويره تقريبا، فانه اذا بدنا نتذكر شيء كان مزعج وقتها يمكن وقتها كان يسم البدن ونعصب وهيك، بس انه هلا قطعت، انه هلا خلص قطعت. يعني بكل مسلسل كل يوم تجي على البروجرام مش كل يوم مودك حلو او لنفس المسحه او لنفس الشيء، فهيك كان بالمسلسل. يعني اليوم فيك تنطري 5 ساعات وتضحكي، بكره يمكن ربع ساعه تضايقك. بعد المسلسل بقيتوا في صداقه بيناتكم ولا هيدي اول مره يمكن تلتقوا من بعد؟ لا بقينا اصدقاء اكيد دايماً. مش هيك بقول لك نحن مثل الاخوه، لانه اللي بيبقوا هالقد اصحاب اون سيت واوف سيت بيضلوا اصحاب بيضلوا اخوه وبيضل هيك في هيدي الروح النكته والمزح بين بعض. شيرين نحن معودين عليك بنشوف فيك كنا بكليبات بدعايات وكنت بتمثل تقريبا من حوالي 8 سنين، اختلف عليك الموضوع بين مسلسلات بين افلام او حتى بين الدعايات؟ اللي اختلف هو شغلة واحدة بس هي المدة تبع التصوير، يعني الكليب أكبر كليب بتخلصيه بيومين، الفيلم مدته شهر ماكسيموم تصوير بتخلصي، المسلسل 6 شهور، 6 شهور يعني النهار اللي بيكون آخر نهار تصوير بيكون أصعب نهار تصوير، عملت عائلة جديدة، عملت رفقة جديد، صار في عندكم كتير أيام قضيتوها سوا، هيدا بيكون أصعب من 100 فيلم أو 100 كليب بتصوريه. وين ارتحت أكتر شيء؟ برتاح اكثر بالفلومه، حس انه هن فتره قصيره بتقدري تصوري فيها وبتخلصي بترتاحي، بتاخدي بروجي ثاني او انت بتقعدي بترتاحي بالبيت. المسلسل ما في التزام، ايه 6 شهور، 6 شهور بده يكون من ابسط الامور، شعرك نفس اللون، ما فيك تغيري بحالك، ما فيك تعملي شيء، بدك تتوقعي انت لحالك تقوم تكسري ايدك تكسري اجرك تعملي شيء، في عندك التزام كثير طويل بالمسلسل. لا المسلسل دائما اتعب. عم بتحضري لأعمال جديدة؟ في مسلسل، في فيلم، في فكرة جديدة عم تحضر؟ في مسلسل هلأ عم يتحضر له، المسلسل كتابة فراس جبران وزيت الكاتب تبع مجنون فيكي. هلأ أنا ما في كتير أحكي عنه ديتيلز، بس اللي بقدر أقوله أنه هيدا الكاراكتير حيكون أدافي عالم ما كتير حبت ميرا،
بحس في نسبة أكبر من العالم هالمرة رح تكره ريدا. ما بتخافي من هيدا الموضوع أنه عن جد يكرهوك؟ لا ما فيك تخافي من هالموضوع، لأنه هيدي ستيب بدك تعمليها أنت لتشوفي إذا عن جد عم تقدري تعلمي عند الناس أو لا. لأنه مثل كاركتر ميرا. طب بصي إذا قالوا لك أنه بيكرهوك؟ إذا قالوا لك نحن كرهناك، يعني أنت عن جد صايب الدور وصلتي لهم بديكي. بس ريدا بيكرهوها مش لأنه هي بطبعها شريرة، هي إنسانة قد ما انغرمت قد ما حبت هيدا الشخص اللي منا قادرة توصله، أو بالفعل هو منه لإلا أو صارت إذا بدك مثل وحشة بالحب، صارت خبيثة، صارت كذابة، صارت بتقتل لا إراديا، صار في عندها كتير مشاكل وكتير نيجاتيفيتي بحياتها كرمال تقدر تكون مع الشخص اللي بتحبه. بس عم بتبرري لها هالتصرفات لأنه هي منا هيك، لأنه هي مش هيك، ريدا كاركترها مش هيك، بس لأنه الشخص المغروم فيه هو الشخص الغلط بتأذي كتير من اللي حواليها. والمغروم بينخاف منه لما يكون مزبوط، ما هي لأنه مغرومة هيك بتصير وحشة. ربيع صار لك بس سنتين ونص بمجال التمثيل، بس اسم الله عليك، يعني عم نحكي عن تقريبا 6 أعمال 6 مسلسلات. سبعة. ويعني فينا نقول بالسنة 3 أعمال. إيه تقريبا. شو عم بتحضر هلأ؟ شو المشاريع اللي ناطرتنا؟ هلأ عم حضر مسلسل اسمه آخر الليل، بينعرض على الجديد، هو للمخرج أسامة الحمد، صديقي وخيي وبحب أوجه له تحية لأنه أنا بلشت معه، ومسلسل المفروض ينعرض آخر هذا الشهر من إنتاج شركة الصدى. غير مسلسلات في أعمال تانية كمان ما قلت كنا عم تحضر لها؟ ممكن بس غير مسلسل غير تي في ممكن، بس بفضل بوقتها. عنده ضحكة كتير بريئة وكتير مهضومة ربيع، أنها بتعدي الآخر، يعني الواحد لما يكون عم يتفرج عليك دغري بيضحك لو هو الموضوع مضروري يكون بضحك. أنا رح أرجع أخذكم على مسلسل مجنون فيكي. بعرف أنه ما بحق لكم كتير تحكوا أو تكشفوا عن أسرار المسلسل، بس بدنا سكوب مضروري يكون عن أنتو أدواركم وشخصياتكم. هاي لك شغلي، نسيلي شو بحق لنا شو ما بحق لنا. $50 بقول لك بدك اياه. بسيطة، إذا $50 هلا بنعطيك اياها بالآخر، معقول تعطونا هيك سر صغير؟ أنا من عندي من شخصيتي ما فيني أعطي سر صغير لأنه هو عنده كل سر واحد. هو سر واحد. قال لنا اياها على كل حال إنه في صدمة ناطرتنا بشخصيته لرامي. خلينا بس نروس الخيط مثل ما بيقولوا، إنه هو ما في بنت بحياته لأنه هو عنده عقدة من هذا الموضوع. هلا نبلش نحن والمشاهدين نحلل شو معقول تكون هالعقدة. نحن بكل الحالات انبسطنا كثير بوجودكم اليوم معنا رامي وميرا، عم نضيع هلا صرنا بالكاركترز وشيرين وربيع. اهلا وسهلا فيكم، بتحلى الحياة وكل التوفيق لكم بكل مشاريعكم. ثانك يو اهلا وسهلا.